مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سر جمالكم، ومعاكم دكتورة رشا عبد اللطيف. وحشتوني جدا جدا بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب تغيير البرامج وموعدها بشهر رمضان الكريم. وأتمنى إن شاء الله تكون حلقات برنامجنا سواء الفترة اللي جاية أو فقرات حلقة النهاردة إنها تنال إعجابكم. هتكلم النهاردة عن موضوع أثار الخوف والقلق على مستوى العالم أجمع، مش بس كده، ده أثار الخوف والقلق في مصر، وكان في الشارع المصري حالة من القلق والتوتر والخوف من انتشار أو ظهور، عشان نكون على وجه دقة، من ظهور بعض الحالات المصابة بمرض جديد ألا وهو مرض الفطر الأسود. يعني إحنا لسه بنعاني من تبعات الكورونا، يطلع لنا مرض جديد ألا وهو الفطر الأسود. إيه حكاية المرض ده؟ وهل في فرق بين كوفيد-19 وما بين الفطر الأسود؟ من الحاجات اللي تخلينا نتفائل ونطمن شوية إن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخراً إن مرض الفطر الأسود لا يعد مرض وبائي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في فرق كبير بين كوفيد-19 وما بين مرض الفطر الأسود. كوفيد-19 هو وباء ينتقل من شخص إلى آخر بسرعة كبيرة جدا، في حين أن مرض الفطر الأسود صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه مرض نادر الحدوث، ووجهت دعوة للناس بأنها ما تخافش أو تقلق بشكل مبالغ فيه. معنى كده ان مرض الفطر الاسود يعتبر مرض نادر وبيصيب فقط او بيستهدف فقط الاشخاص اللي بتعاني من نقص شديد في المناعه. يعني كده غالبيه الاشخاص او الناس الطبيعيه ما تقلقش، وربنا يعافينا جميعا ويعافي طبعا الناس اللي عندهم مناعتهم ضعيفه. ويمكن أنا بستغل برنامج سر جمالكم وبقدم دعوة لكل المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية إنهم بسرعة يسجلوا وياخدوا المصل واللقاح عشان ربنا يعافينا جميعا من الكورونا وترجع تاني حياتنا الطبيعية. هتكلم بقى في حاجة تانية يمكن بتخوف الستات أكتر من مرض الكورونا. بجد هي في حاجة بتخوف الستات أكتر من الكورونا؟ آه والله في حاجة كده بتخوف الستات من الكورونا، ويمكن أنا أولهم. إحنا داخلين على فصل الصيف، وغالبية الستات وأنا واحدة منهم أول ما بيخش فصل الصيف بنحط إيدينا كده على قلبنا، مشاكل في البشرة، مشاكل في الشعر، حدث ولا حرج. بنبقى طول فترة الشتاء محافظين على بشرتنا، كريم ليل كريم نهار وكمان شعرنا، وبنبقى فلة شمعة فلة منورة. ونيجي بقى بفصل الصيف هوب نلاقي المشاكل قدامنا كتيرة جدا. لكن النهاردة هنتكلم عن الماسكات الطبيعية وروتين يخلينا نحافظ على بشرتنا وشعرنا مع الضيفة الجميلة اللي منورانا الأستاذة سميحة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا رشا. معنا أستاذة سميحة هي خبيرة العناية بالبشرة. النهاردة هتكلمنا إزاي نستقبل فصل الصيف بماسكات طبيعية جدا جدا تحافظ على بشرتنا وشعرنا. وكمان معانا الأستاذة الجميلة الصغنونة مايفي الهاني. إزيك؟ هي خبيرة ميك اب ارتست، وان شاء الله هتقول لنا ازاي نستقبل الصيف بلوك جميل ومكياج خفيف نقدر نستقبل بيه فصل الصيف. منورينا النهارده. هبدا طبعا كلامي ليكي يا استاذه سميحه. قولي لنا كده احنا داخلين على فصل الصيف، ايه الروتين اللي نقدر يخلينا نستقبل فصل الصيف يحافظ على يعني بشرتنا وخاصه اشعه الشمس؟ هو دايما في فصل الشتاء بنبقى مطمنين على بشرتنا، بتبقى دايما فيها رطوبة سواء بشرة أو شعر. فبنيجي مرحلة الصيف كتير بنعاني ان بنتعرض للشمس كتير، ومع المصيف بيحصل فيه تصبغات في البشرة. فهنا ازاي نهتم ببشرتنا ونبدأ نرطبها كويس، نبدأ نعمل لها على الأقل كل 28 يوم جلسة تقشير اللي هي تنظيف. ان البشره بتجدد جلدها كل 28 يوم، بيبقى فيه طبقه جلد ميت على البشره. فلو احنا سيبنا طبقه الجلد الميت فهنا بتبدا البنات تعاني من بذور البيضه والبذور السمراء اللي بتظهر تحت الجلد، دي بتبقى دهون. هي الصراحه دي مشكله كبيره جدا. يعني احنا ليه في فصل الصيف دايما بنلاقي حبوب وحساسيه طالعه في بشرتنا، خاصه الحبوب البيضه دي والنمش؟ يعني انا النمش ده بشكل رهيب. هو النمش بيجي عن نتيجه تصبغات واكسده مع البشره واشعه الشمس والدهون،
اللي احنا ما بننضفهاش، فبيبدأ في تصبغات، بتلاقي حتت في البشره فاتحه وحتت غامقه، في البشره مش متوحد لونها. فهنا بنعمل زي تقشير او تنظيف بشره على الاقل مره واحده كل شهر، بنشيل طبقه الجلد الميت اللي على البشره، فبنبدا نحفز البشره ننضف المسام. لو احنا سيبنا الطبقه دي فبالتالي بتحوش بعدها اول طبقه اللي هي الدهون، بعدها بتقلب معانا زي بذور سمرة وبتبدا تعمل تحفرات في البشره. تمام، يعني الحفر اللي بتطلع دي بسبب ان انا البذور انا بسيبها فتره فهي بتبدا تتغلغل في البشره. تمام، فخلاص هي اتكونت هنا فبنت ليها مكان، عملت ليها حفره. فانا ما باجي بسيبها فتره طويله شهرين ثلاثه من غير تنظيف، فاوريدي هي بتعمل بتوسع المسام. فانا هنا لازم اعمل جلسه تنظيف على الاقل كل شهر. دي بعملها عندي في البيت ولا بعملها طبعاً عندي في مركز بيوتي سنتر؟ لا لا، انا دايما بميل سواء في مركز او في بيت. احنا هنا بنشجع اي واحده لو هي مش هتقدر حتى تروح بيوتي، بنقول لها ممكن تعمل ماسكات السكراب عندها في بيتها، مش لازم تضطر انها تطلع من البيت او تروح بيوتي عشان تعمل سنفره. طب انا شايفه مجموعه كده من السكرابات حضرتك جايباها معانا النهارده في الاستوديو، وعاوزاكي بقى تكلميني على كل سكراب معين عشان نقدر الستات اللي بتتفرج علينا تقدر تستخدمه في فصل الصيف. قولي لي اكتر حاجه تنفعنا في فصل الصيف نعمله سكراب للبشره يخلصنا بقى من كل الدهون ومن كل الحاجات هو هنا برضو كل بشرة على حسب المشكلة اللي فيها. يعني لو بشرة دهنية أنا بستخدم مثلا رز مطحون، معلقة نشا، معلقة لبن بودر، معلقة عسل، وبحاول أن أنا أدمجهم مع بعض فبطلع منهم السكراب اللي بعمل بيه للبشرة اللي هي الدهنية. لكن لو البشرة جافة ممكن بيبقى زيت جوز الهند مع لبن جوز الهند مع زيت لوز حلو، ده كله ممكن بعمل بيه خلطة. تمام، للبشرة الجافة. البشرة الجافة تقدر تستحمل طبعا. تمام، بيرطب حلو جدا. وممكن البشرة اي بشرة، البشرة المختلطة او الدهنية، بس ما نحطش فيه زيت تقيل. الزيوت اللي هي بتقفل المسام احنا هناخد الترطيب، يعني ممكن لبن جوز الهند مع معلقه نشا، ده بيدي ترطيب حلو قوي للبشره. طب احنا قلنا البشره الدهنيه دي عشان طبعا بتعاني بشكل كبير جدا من الحر وبتعرق، اي كريم بتحطه في فتره الصيف بيعرق معاها وبيقلب معاها بعد كده بغمقان واسمرار ونمش، فنقدر ايه الروتين اللي ممكن تستخدمه؟ هل الصن بلوك؟ هل ما تحطش ميك اب اصلا ولا ايه؟ لا، ما فيش واحده او بنوتها ما هتقدرش تستغنى عن الميك اب. تمام، لكن احنا بنقول لها ازاي تعتني ببشرتها حتى لو هي فيها دهون، ازاي اول باول تقدر تخرج الدهون دي من بشرتها او تنقي بشرتها. فاول حاجه لازم غسول كويس يناسب البشره بتاعتها. تاني حاجه هنا بتستخدم تونر اللي هو حاجه بتشيل، لو هي حاطه ميك اب بنشيل الاول الميك اب بمزيل ميك اب وبعدين بنغسل بالغسول اللي هو المناسب للبشره. هنا بنبدا نشوف البشره هي محتاجه ايه، نشوف الماسك المناسب لكل بشره لو هي عايزه ترطب، لو هي عايزه تعمل سكراب في سكراب الشوفان حلو قوي ويناسب كل بشره. هو بيبقى معلقه شوفان ومعلقه نشا ومعلقه لبن بودره ومعلقه عسل ابيض، ده بنعمله زي سكراب وبيبقى حلو جدا لكل بشره، يناسب جميع انواع البشره وما فيهوش اي حساسيه، يعني ما هيعملش اي حاجه. طيب بالنسبه بقى للشعر في فصل الصيف بيبقى طبعا الرطوبه بتخليه ناشف وبتخليه متقصف وبيبقى منفد كده زي الانفد يعني، فازاي نديله رطوبته ويبقى ناعم وزي فصل الشتاء كده؟ انا شايفه ان انت عامله لنا ماسك زي الكرياتين او البروتين، ده بديل للبروتين. هو هنا اول حاجه انا بننصح بيها البنات او اي بنت هتنزل بسين او هتنزل بحر ان هي لازم تبل شعرها الاول، نشرب الشعر ميه، فبتبدا الشعريه تشرب الميه او نبدا نملى المسام بتاعتها، وبعدين بنبدا نحط طبقه دهنيه على الشعر اللي هو زيت جوز الهند ماشي، زيت جوجوبا، زيت اورجان، بنحطه على الشعر عشان لما تنزل حمام السباحه او تنزل البحر
الشعرايه ما تشربش من الكلور او الميه المالحه، فبالتالي هنا الشعرايه بتنشف فبتتضر وبتتقصف وبتتاثر بالجو. ده بالنسبه للماسك بتاع ال لا هنا ازاي تعتني بيها بالشعر. طب انا الاول عايزاكي تقولي لي هنا ده مكونات اول الماسك ماسك، ده بذر كتان. بذر كتان بتجيبه بقى من العطار بالظبط، مطحون ولا لا حب عادي، وبتغلي على النار فبيعمل زي جيل. يعني بنغليه على النار عليه ميه بقى وكده ولا ميه سخنه؟ لا انت بتحطيه في ميه وبياخد غلوه على النار، ماشي. فهو بيبدا يعمل زي جيل، فبنصفيه وبناخد الجل ده بنحط عليه زبده شيا، بنحط عليه زيت جوجوبا، زيت جوجوبا، زيت اورجان، ممكن زيت جوز الهند لو هي عايزه تخلي الشعريه يعني ليه شويه. المكون الاساسي عندنا في الماسك لا ده هو بذور الكتان. الكتان. انا بسمع ان بذور الكتان لها حلو فوائد جدا عديده جدا، جدا، كمان في فرد الشعر بديل للبروتين بيدي فرد والكرياتين، حلو حاجه قوي كويس. وبينعم الشعريه بيخليها ليس حلو جدا. طيب ايه تاني؟ الزيوت كمان هي بتغذي البشره، بس كله ده مش هيغنينا عن ان احنا نقول نشرب ميه كتير، ناكل كل حاجه ممكن اللي هي يكون فيها غذاء خضار، الحاجات اللي هي مغذيه اللي هي هنستفيد منها او الجسم هيستفيد منها او الشعر. فشرب الميه كمان كتير بكميات كبيره بتدي نضاره للبشره حلوه قوي. لكن هو اي شعرايه حتى لو هي ناعمه جدا مش شرط ان هي طالما ناعمه تبقى هي كده صحيه، لا ما هي ممكن تكون ناعمه بس هي ضعيفه، بتتقطع مني بسرعه، بتتكسر، فبيحصل فيها تكاثف. فانا هنا ازاي احمي اغذيها من بره ومن جوه، من عن طريق الاكل اللي انا باكله وعن طريق الغذاء اللي انا بعمله زي ماسك بره الشعريه. طيب احنا كده اتكلمنا عن ماسك بذور الكتان، ايه معانا تاني ماسكات تانيه؟ في ماسك القهوه. انا سمعت ان القهوه ليها حلوه جدا فعاليه كويسه جدا في بتفتح التفتيح جدا جدا، وبتوحد لون البشره. من الماسكات كمان اللي بتشد بتمنع الخطوط التعبيريه الرفيعه، فده بيدي بتحسي ان بشرتك مش نضره. فمن القهوه من الماسكات الحلوه جدا، واحنا ما فيش اي بيت ما فيهوش قهوه. فماسك سهل جدا اي بنت ممكن ان هي تعمله. طيب بضيف على القهوه حلوة اضافات تانية ممكن اغير وانوع فيها؟ هو انا بحب النشا في كل الماسكات. النشا بتدي تفتيح، ومن الماسكات اللي هي بتشد البشره. يعني معلقه بن قصادها معلقه نشا ومعلقه عسل. ومعلقه عسل تمام. ممكن نزود عليها معلقه لبن بودره. تمام حلو. او ما نعجنهوش بميه، ممكن نعجنه بلبن جوز الهند. اللي انت طب لبن جوز الهند ده بقى نجيبه منين؟ لا متاح جدا في اي سوبر ماركت. هو هنا الانجز لبن جوز الهند. عن ليه هتقولي لي طب ليه مش زيت جوز الهند؟ ودلوقتي في فرق كبير بين لبن جوز الهند وزيت جوز الهند. طبعا اللبن بيستخلصوه من الثمره نفسها، من ثمرة جوز الهند بتتاخد وبتتفرم فبيطلع النتيجة اللي هو اللبن. طب بس في السوق دلوقتي بلاقي حاجات كتيرة مضروبة مش حاجات اوريجينال، عشان اقدر اجيب حليب جوز الهند الاوريجينال اللي هو مش كوبي او مضروب؟ لا هتلاقيه في اي سوبر ماركت لبن جوز الهند. هو كمان هتلاقيه في علبه كده زي اللبن بتاعنا العادي، بس الفرق يعني ان ده لبن جوز السوبر ماركت او الهايبرات بلاقيه في قسم الاكل عادي. يعني ممكن الاقيه عند العطار مثلا؟ لا او ممكن بس قليل قوي لما يبقى عند العطار، لكن اكتر حاجه هتلاقيه في السوبر ماركت. تمام. متوفر وسعره حلو قوي، يعني مش غالي. فهيناسب كل تمام كل يعني اي حد هيبقى متاح انه يجيبه. هنا ده برضو ماسك جوز الهند، لبن جوز الهند. انت هنا بقى حليب ده ماسك. ده هتلاقيه معلقه نشا، معلقه نشا، لبن جوز الهند، زيت لوز حلو. زيت لوز حلو، انا عارفه ان زيت اللوز الحلو ليه قدره كبيره جدا على التفتيح كمان لو وتفتيح الهالات السوداء. كمان لو عملنا زيت لوز عليه معلقه بن وعملناه للهالات السوداء حلو جدا، وبيشيل الهالات وبيشيل الانتفاخات اللي تحت العين. طيب نروح بقى لماي فيل منورانا النهارده وشايفاكي قاعده كده، اكيد هتقول لنا معلومات تهمنا. انا بقى انت على اعتبار خبيره ميك اب، فانا عاوزاكي تقولي لي على الميك اب الصيف السنه دي، ايه الموضه في الميك اب السنه دي؟ الالوان السنه دي اللي هي مثلا النود، البنيات، الروزات، دي السنه دي طالعه. ويا ترى مط ولا لامع؟
وانا نازله اكيد الصبح مثلا او كده مش هينفع احط مط، مش هينفع احط شيمري او برونز او كده، بيكون مط. العرايس او كده لا، اللمعه طالعه والشيمري طالع، بس برضو على حسب كل رسمه عين او كده. طيب انت عندنا هنا في، لو عندي مناسبه في فصل الصيف بالليل مثلا، وبرضو بتبقى الدنيا اوبن اير يعني مكان مفتوح، بنراعي ايه اللي نراعيه في الميك اب عشان ما يتلخبطش؟ طبعا البشره بتسيح وكده، لازم في حاجات بتتعمل قبل الميك اب خالص، خطوات ازاي بقى اجهز للميك اب بحيث ان ما يسحش، ما يبقاش فيه تشققات، ما يبقاش، عاوزاه يبقى حاجه سيمبل وفي نفس الوقت مندمج ومنور كده يعني. لازم قبل الميك اب خالص بستعمل مؤشر كويس على حسب نوع البشره، تقشير بعمل المقشر. بنضف بالبشره كويس جدا قبل الميك اب. ده طبيعي ولا يفضل اجيبه جاهز؟ بجيبه على حسب نوع كل بشره يعني، البشره الدهنيه افضل ليها. حاجه. بعديها بستعمل تونر كويس، تونر وسيروم. بس السيروم ممكن استعمله للبشره الجافه بس، تمام. التونر للبشره الدهنيه، ان هي اوريدي مترطبه وفيها زيوت فمش محتاجه سيروم. طب وبعد السيروم اخر حاجه اللي هو البرايمر. لازم احط برايمر في الاخر عشان اقفل المسام، عشان بيعمل عازل بين الميك اب والبشره، ما يطلعش حبوب، ما يعرقش كده. يبقى اهم حاجه في التحضير قبل الميك اب هو طبعا السكراب بلس تونر والسيرم للبشره الجافه، واهم حاجه طبعا البرايمر يا انسات ويا ستات. البرايمر ده مهم جدا، وحتى لو البرايمر سعره غالي احنا نقدر نستخدم حاجات بسيطه جدا. المرطبات اللي سعرها متداول في ايدينا جميعا بنلاقيها في صيدليات، مرطبات حسب نوع بشرتك سواء دهنيه او جافه او حساسه، تقدري تجيبي مرطب حتى لو مفيش، ممكن جل صبار في الاخر. بالظبط، برافو عليك يا مايبل. انا سمعت ان جل الصبار كبرايمر وسعره حلو جدا. وسعره هايل جدا بالنسبه لرباط البيوت اللي ما عندهمش امكانيه، حتى لو طبيعي برضو عادي. تمام، يبقى دي نقطه مهمه جدا. طيب بالنسبه لحد بيبتدي لسه في بنوته خلاص رايحه الجامعه عمرها 17 سنه وبتجهز انها تحط ميك اب، ايه الخطوات او اهم حاجه تنصحيها انها تعملها وهي بتحط الميك اب؟ ما تحطش مثلا فونديشن كتير وهي نازله، مش هتحتاج ميك اب اوفر. هو مثلا ممكن كونسيلر، الحاجات الخفيفه خالص. مش لازم نحدد الحواجب وهي نازله، مش لازم رموش وهي نازله، كل الحاجات دي اكيد طبعا يعني. لازم الالوان الهاديه جدا. طب انت ما كلمتناش بقى عن الصن بلوك، واهم حاجه في الصن بلوك، في صن بلوك بيقلب مع الناس او مع البنات اكتر، عشان مش بيكون يناسب بشر. الصن بلوك دايما بيكون مكتوب عليه ده البشره ايه او كده. طيب يعني انا دلوقتي بنوته او مدام راح اجيب صن بلوك وخلاص احنا في فصل الصيف ولازم صن بلوك. صن بلوك يا جماعه يعني اللي هو واقي الشمس. طيب واقي الشمس دوت يعني بناء عليه بتجيبه ازاي؟ لو بشره دهنيه بتقول له عايزه صن بلوك للبشره الدهنيه كويس. كل انواع الصن بلوك كويسه بس تناسب البشره، يعني لو بشره دهنيه للبشره الدهنيه، البشره الجافه البشره الجافه. اي البشره الدهنيه بتجيب جل ما يكونش ويكون فري اويل يعني. لكن البشره الجافه والحساسه عايز انها تستخدم اويل وزيوت وسيرم، ان هي بتحتاج ده. طيب نرجع بقى تاني لخبيرتنا في عنايه بالبشره. طبعا انا مركز عليك اكتر يعني، لان الواحد بيميل للماسكات الطبيعيه، ولان لو يعني قبل الميك اب لو احنا بشرتي كويسه ومرتاحه وما فيهاش اي مشاكل، اكيد لما احط فيها ميك اب هيبان اكتر وهتبقى حلوه اكتر. كمان هتحسي ان بشرتك بتتنفس. بالظبط، يعني لو هي استخدمنا لها حاجات كمان طبيعيه. احنا ممكن الحاجات اللي بيبقى فيها مواد كيميكال اللي هي المواد الكيماويه بتبقى دايما خايفين منها واحنا بنشتريها، بنبقى مش عارفين لو هي براند. ممكن بيبقى سعرها عالي على البنت لو هي بنت جامعيه وكده. في ناس ما بتقدرش تشتري حاجات براند مثلا عاليه، فبتضطر ان هي تجيب حاجه عاديه. فالحاجات دي دلوقتي بنقلق منها ان بتقلب عكس البشرة، ممكن تعمل عندي هالات، ممكن تعمل تصبغات، ممكن تلاقي عملت حروق لو هي البشرة بتلتهب من أي حاجة. فدايما بنلجأ للحاجات الطبيعية، هي بتبقى آمنة أكتر، بتجيب نتيجة حلوة جدا، بتحسي بفرق فعلا من أول مرة. مش بتستخدميها فترة طويلة عشان تحسي بالفرق. كمان أنا ببقى مش قلقانة من أي حاجة أنا بحطها على بشرتي، يعني مش هتلتهب مني، مش هحس ان انا في حاجه بشرتي هيحصل فيها تصبغات او هتتحرق. لا، هو هنا كل حاجه زي الشوفان، ماسك الشوفان. هو حلو جدا. نسيتيني ماسك الشوفان ونسيتي تكلميني عنه. يعني كلميني على ماسك الشوفان ده، موجود من الماسكات في كل البيوت. حلو جدا. معلقه شوفان، معلقه عسل، معلقه شوفان، معلقه عسل، ومعلقه لبن، ومعلقه لبن بودره. بتخلطيهم كلهم على بعض وبتعمليه ماسك.
دايما النشا والشوفان والحاجات دي حلوه جدا يعني للترطيب البشره. طب معانا ماسك بقى تاني لونه وردي كده الصراحه. ده مش ماسك، ده سكراب شفاف. يا سلام انت بقى ما قلتيش. سكراب الشفاف ده عامل ضجه جامده جدا على السوشيال ميديا، وطلعت دلوقتي براندات غاليه سكراب شفاف احنا نقدر نعمله في البيت وبسعر كويس جدا. ده هنا كمان توريد شفايف دلوقتي، كل البنات بتلجا ان هي تروح تعمل توريد بالتجميل اللي في بيوتي سنتر. بالظبط. طب احكي لنا بقى قصه. لا هو ده بيبقى زي دم غزال او لون دم غزال، ده من عند العطار. وفازلين، فازلين طبي، وممكن سكر بني. سكر بني سكر لو مش متوفر سكر بني ممكن، بصي سكر عادي بس ممكن يكون خشن شويه. ممكن نطحن رز، اي حاجه تدينا الخشونه بتاعت السكراب. تعمل نعمل بقى السكراب دي بنحطها، بس هو انا بحب قوي السكر البني بيدي احساس كمان حلو للشفايف. مع الفازلين بيطري لو هو لو في واحده مع الحر وكده، ففي جلد دايما بينشف، جلد شفايفها بتبدا هنا تحسي ما تحط روج بيبقى باين قوي في الروج، مش ان في تشوهات في البشره في الشفايف. فهو ده استخدامه بقى. انا بدلكوا على الشفايف انت وانت بتعملي سكراب كده وانت بتعملي السكراب بصي كده يعني انا بصي وريني انا بصي كده وبنبدا نحطه على الشفايف وبنبدا ندلك ندلك الشفايف كده بحركات دائريه. ايوه بالراحه جدا. فبيبدا حتى انت لما بتغسليها او بتمسحي بتلاقي مكان الشفايف حمراء. تصدق انا عاوزه هنا اجيب قدام الكاميرا ملمسه ناعم. وعلى فكره ممكن تعمليه كمان لو احنا هنشيل منه السكر ممكن نعمله للايد، للمناطق الحساسه في الجسم، بيدي اللون الوردي بيبقى حلو جدا. يعني ده ممكن استخدمه لاي منطقه عندي في الجسم مش هيعمل ملوش اثار جانبيه. الفازلين بيدي نعومه حلوه جدا واللون الاحمر ده بيدي لون وردي للبشره. وفي ناس كمان بتعمله للقدم، للبديكير. انا جربته وكمان بصي ايدك لسه انا فيها اللون الوردي، اللون الوردي وناعم جدا سيمبل قوي ومديني لون حلو. ممكن كمان نعمل بيه ترطيب للقدم بالليل. حلو جدا. احنا بنحط بتغسل رجليها كويس جدا. ممكن نعمل السكراب القهوه ده، اي سكراب عندك بس بيكون خشن شويه، او نطحن الرز نسيبه خشن شويه، بنعمل سكراب للرجل ونبدا نرطب الرجل باي نوع زيت عندك. اي زيوت، اي زيوت بالظبط، لوز حلو، لوز اي زيت ممكن زيوت عطريه، ممكن زيت ورد حلو قوي، ممكن زيت جليسرين. زيت الجليسرين، الجليسرين ما بيغمقش، انا سمعت انه بيغمق. لا للقدم، اصل احنا هو بيطري القدم لو في واحده بيحمي القدم من التشققات. طيب هل معانا ماسكات ما اتكلمناش عليها عشان وقت البرنامج؟ لا هو هنا ده برده حاجه مغذيه، ده ماسك للشعر. هو ده لبن جوز الهند، ده للشعر. حلو جدا، لبن جوز الهند وزيت جوجوبا وزيت ارجان وزيت ارجان وزيت جوز الهند. ده كل الحاجات دي متوفره طبعا عند العطار، نقدر نخلطهم ميكس. احنا ده ممكن ندفيه شويه يعني زي دم على العين كده، وبتبدا تفرغ الشعر. ادفيه بقى في الميكرويف او في الفرن ولا لا هي تدفيه بس حاجات ولا بسيطه، ولا حمام ميه سخنه عشان نعمله زي حمام الزيت. تمام. وبتفرغ الشعر وبنبدا نحطه على الفروه، وبالمشط بنسرح. ولو في عندها بروكاب ممكن تلبسه لمده 30 دقيقة وتستنى بيه على الاقل ساعة. بس اهم حاجة ما نسيبش الدهون على الشعر اكتر من ساعتين، 3 ساعات بكتير. ان احنا لما بنسيب الحاجه اكتر من 3 ساعات بتقلب عكس، اللي هو بس بسد المسام بتاع الشعرايه، فبتصبح الشعرايه هنا بقفلها ما بتعرفش تتنفس، بقفل المسام بتاعتها. فبتبدا تمتص الزيوت وبتقفل المسام فما بتتنفس، فبتموت مني فبتقع بطولها. لكن انا باخد الغذاء اللي في الماسك وبغذي بيه الشعرايه، وبعد كده بغسله بعدها بساعتين 3 ساعات بالكتير بشامبو. ويا ريت لو في فيتامين نحطه على الشامبو. الكبسولات الفيتامين اي دي يا جماعه متوفره، واكيد حلوه جدا، متوفره في الصيدليات في بالزبط. تركيز 400 وتركيز 1000 بنقدر نجيب الكبسولات ديت فضيع الشامبو عشان الشعرية كمان ما تقدرش. ان الشامبو مهما كان هو براند بس بيضر الشعر، بيأثر على الشعر. طيب هل في وصفات انت جبتي بقى سيرة الشامبوهات، انا عاوز اعمل شامبو ناتشورال طبيعي، اقدر اعمله ازاي في البيت او احضره ازاي؟
بصي والله هو المفروض ان احنا بنغير الشامبو كل 4 شهور، ما بتخليش شعرك يتعود على نوع شامبو معين. انت لو حابه حتى نوع شامبو بترجعي اللي هو ليه بعد ما تتغيري بشهر ارجعي تاني للنوع اللي انت يعني حباه. هو الشامبو يعني مش هو مجرد غسول، لكن انا كل يعني انا ممكن اغير بقى اللي هو استبدله اللي هو حمام الكريم او البلسم بالماسكات والحاجات الطبيعيه، لكن الشامبو هو مجرد غسول مش بيمسك في الشرايين. انا بشيل الطبقه الدهنيه بيه بس، هو انا بستخدم نوع شامبو كويس يناسب شعري، يعني للشعر الجاف للشعر الدهني. في برضو التونر، ممكن تعمل تونر طبيعي زي الشاي الاخضر او الشاي الاسود مع روزماري، الاثنين بيتغلوا بتعمل بيهم تونر وتبخ بيه الوش بيبقى تحفه جدا. طبعا الشاي الاخضر كتونر حاجه كويسه جدا. انا طبعا الكلام معاكي ما يتشبهش ودي قاعده ستاتي بالدرجه الاولى، ولو قعدنا نتكلم كده يومين ثلاثه اكيد الحوار مش هيخلص. اكيد طبعا الكلام معاكي جميل، اكيد للحوار بقيه. انت نورتينا يا استاذه سميحه واستاذه مايفل، بجد نورتوني النهارده في الاستديو، الكلام معاكم بجد ليه مذاق خاص. ان شاء الله انتظروني في حلقات تانية وموضوعات تانية تهم جمال المرأة وجمال الطفل وجمال جميع أفراد الأسرة في برنامجكم سر جمالكم. وكانت معاكم دكتورة رشا عبد اللطيف، انتظروني في حلقة جديدة.